عليكم المتتبعين ديالي، كنشكركم بزاف. وواش مبروكه اليوم الثاني ديالنا ديال المعسلات. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بشنيخه اللي هي كنحتاج فيها 1 كيلو ديال الدقيق، وعندي نص كاس ديال الخل، عندي كاس ديال ماء الزهر، وعندي واحد شويه ديال الزنجلان محمر ومطحون، شويه ديال اللوز. وبالنسبه لهنايا غنحتاج غير راس المعلقه بالنسبه للقرفه والنفع وحبه حلاوه. ندوزو على بركه الله، نوريكم الطريقه. بالنسبه للبشنيخه ديالنا كيف كتشوفوا، فانا درت الدقيق وزدت عليه النفع حبه حلاوه والقرفه، وغادي نضيف هذا اللوز هذا، فانا نسيت ما غربلتوش، غادي نغربلو باش ما يبقاوش لي دوك الحبيبات وما تبغيش تخرج لي من الماكينه، يعني تلحق لي في الماكينه الداخل. غادي نضيف شويه ديال الملحه. بالنسبه لي انا البشنيخه ما كنديرش فيها لا الخميره كيماويه لا الخميره ديال الخبز، حتى شي حاجه. صافي غادي نضيف الخل كيف كتشوفوا، غادي نضيف ماء الزهر. صافي غادي نعجن هاد المقادير ديالي، ومن بعد ندوز نوريه لكم في الاخر من سالي العجينه. غادي نجيبوا البشنيخه ديالنا كيف كتشوفوا، انا درتها في بلاستيك غذائي، غادي نقسمها. نجيب واحد الموش، صافي، وغادي ندوزها في الماكينه، ماكينه ديال الرزيزه. صافي من بعد ما قطعتهم كيف كتشوفوا، يعني حربلتهم هكايا على هذا الشكل هذا، صافي وغادي نقرصهم، ومن بعد غادي ندوزهم في الماكينه. بالنسبه لي عنده هذه الماكينه ديال الرزيزه، وممكن الا بغى يدوزها في هذه السمطه هذه، يعني باش يضعف السمك ديالها، وعاد من بعد يدوزها هنايا في هذه اللي غادي تخرج على شكل يعني بحال الرزيزه. صافي كيف كتشوفوا، فانا غادي نرصيها هنايا صافي، وغادي نبقى نخرج البشنيخه ديالي كيف كتشوفوا. صراحه راه كتجي غزاله بهذا القوام، والله صدقوني انا ما كنديرهاش يعني عاديه غير بالطحين. ها انتم كتشوفوا كتجي هكا غزاله. غنبقى نخرج وغنبقى نحط هنايا حتى من بعد باش نجي نقرصهم. صافي من بعد ما سرحتها كيف كتشوفوا، فانا غادي نجي لهنا. فصدقوني هكا باش كديروها بهاد المقادير كتجي غزاله وكتجي زويونه. غنجي هنا وغنبقى نقرص هكا صافي، ونحيد نقرص وميم طو نشنفها هكايا صافي. نفس الشيء غادي نستمر هكايا حتى نساليهم كاملين كيف كتشوفوا هكا صافي. وغنجيب واحد الموس وغادي نقطعهم كما كتشوفوا هكا، يعني صدقوني كتجي غزاله، كتجي النس ما ديال الشباكيه، غير هي كتجي كتجي هكا مشنفه، والشباكيه كتجي في شكلها اخر، كتجي غزاله. من بعد ما قليت البشنيخه ديالي كيف كتشوفوا، سمحوا لي ما شاركتش معكم الفيديو ديال القلي وديال التعسال، غير سمحوا لي بزاف والله مع الضغط بزاف نسيت مشالي من البال. بالنسبه لطريقه القلي بحالها بحال الشباكيه نفس الشيء، يعني كتكون زيت سخون، ولكن ان فوا كتبغي تحطي فيها يعني كتكون كتنقصي شويه كتمهلي شويه النار باش ما كتحرقلكش وكطيب زويونه. فهذا هو الشكل النهائي ديال البشنيخه ديالنا كيف كتشوفوا. الصراحه راه جات من السمه واحد النسمه كتطلع منها، وكيف كتشوفوا هي هشيشه 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 بزاف، لان تقريبا كندير فيها نفس المقادير ديال الشباكيه. الصراحة كتجي هائلة وكتجي غزالة، فأنا الصراحة كنفضل البشنيخة على الشباكية، كتعجبني لا الشكل ديالها ولا حتى النظرة ديالي كتعجبني على الشباكية. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، ونشوف تعاليق زويونة بحالكم ولي لايك زويونين بحالكم، ونخليكم دابا إلى فيديو قادم إن شاء الله، ومع وصفة جديدة. ورمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحة والهنا يا ربي، وعواشركم مبروكة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.